مصالح الإرصاد الجوية اليوم 22 جانفي نشرية جوية خاصة تفيد بتساقط أمطار تكون أحيانا رعدية تصل أو تتعدى كميتها 30 ملم على مستوى كل من ولايات الشرق والوسط. فيما يخص الولايات التالية: الشلف، تيبازا، عين دفلة، المدية، العاصمة، البوليدة والبويرة. هذه النشرية سارية المفعول إلى غاية 6 مساء من نهار اليوم الاثنين. أما بالنسبة لولاية بومرداس، تيدي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدا، فتمتد فعالية النشرة إلى غاية 6 صباحا من نهار يوم الغد الثلاثاء. في انتظار المنخفض الجوي التالي المتوقع بداية من ليلة الثلاثاء إلى الجمعة الحولية.